that. بلاش نستنى عندك فرصة تسبيه هيك الكمبيوتر خلاص الان بتاعته ب 2900 ار بي ام وده اول حاجه عندي بس ان هو مديلك الرسمه دي في مساله مساله 5 سي بقى هشوفها كمان شويه خلاص انت هتحلها كويس دلوقتي خلاص سو بقى خلاص شوف في كويس مساله 5 سي دلوقتي خلاص حل بس احنا 10 كله يفهم ده شويه سي مش هتعمله ده هتعمله كمان شويه بس الفرق بين دي ودي خلاص ان التاني مش مرسوم بس انا هرسمها لك خلاص ركز بقى شويه نسيت يا باشا نسيت اسيب لك الرسمه دي في المساله خلاص بقول لك ان الموتور خلاص كده كام؟ ب 2900 ار بي ام ركز عشان نسيت الرسمه عباره عن ايه؟ قال عندك الكتريك موتور خلاص وادي هنا هيدروليك كابلنج دي هيدروليك كابلنج ده عشان نسيت عايز يوصل الحمل بتاعه للود ده الحمل بتاعه خلاص هيوصله ازاي؟ هو عايز يقلل السرعه خلاص فهدول الكابلنج قلنا ما يقللش السرعه خلاص السرعه بتاعته يعتبر المفروض 100 مش اقل حسب الافشنس بتاعت الهدول الكابلنج خلاص عندك هنا الشافت ده شافت ايه خلاص متوصل ما بين الموتور وما بين الهدول الكابلنج قال لك بقى عشان تسيب اللي يخرج من الهدول الكابلنج دوت مش هيوديها الحمل على طول لا هيدخلها على جير الاول خلاص ادي جير بوكس بيدولك في المساله وقايل لك ان الجير بوكس دوت الريدكشن ريشيو بتاعته 2 والافشنسي بتاعته 92% خلاص 92% الجير الافشنسي والجير ريشيو 2 خلاص يا منزل بيقول لك ايه قال عندك اللود دوت بيديك المعلومه عن اللود هنا قال لك ان ان لود سرعه الدوران او بنسميها ان سي بقى خلاص 1400 ار بي ام هنا شو نسيت المساله دي بيديك خلاف بيقدر يقراها هتلاقي عايز الكلام ده كله مرتين يعني عايزك تحل المساله دي مرتين حاجه واحده بس اللي اختلفت ايه هي؟ هيغير لك دوت مره 1400 ومره 1100 خلاص بس يعني هيحلها مره واحده بس خلاص يعني انا كملتها تو كيسز الكيس الاوليه ان لود دوت 1400 الكيس الثانيه ان لود 1100 خلاص دي بس بتحلها في بيت واخد بالك بتعمل ايه؟ ايه هنا شمسين بقى؟ ركز شمسين خلاص؟ ايه معلومه ثانيه مديها لك؟ بقول لك شمسين ان هي ديسيبيتد هنا من الهيدروليك كابلين الهيدروليك كابلين عشان تسين اللوس دي بتروح بتتحول لايه؟ بتتحول لهيت خلاص؟ الهيت دي بتروح فين؟ ان الزيت دوت بيسخن فهل هسيب الاويل اللي جوه الهيدروليك كابلين يسخن؟ قال لك لا قال لك هبرده هبرده ازاي؟ هبرده على طريق هيت اكسشنجر قال عندي هيت اكسشنجر هنا عشان تسين ماشي فيه ميه خلاص؟ هياخد الزيت بتاع الكابلين ده يدخله هيت اكسشنجر يبرد يرجع تاني اند سو اون خلاص؟ فمديلك ان المايه دي دلتا تي للووتر 10 ديجري سيليزيوس ومدي لك الكيو نص لتر بير سكند خلاص في الكيس 2 بقى لما تيجي تحل بقى في مساله ثانيه اللي هو ال ده ب 1100 تيجي لك كيس 2 ان الدلتا تي اختلفت والكيو اختلف مع هنا يعني تحل المساله مرتين بس مع اختلاف الارقام لحد هنا ده مش كده يا شمسين؟ طيب خلاص ايه المكتوب بقى يا شمسي؟ مكتوب منك اول حاجه اللود تورك التورك على اللود او التورك على الشافت سي ركز شمسي ان موتو ده شمسي ممكن اكتبها ان ايه تاني؟ ايه؟ ان ايه؟ خلاص اول حاجه عاوز منك اللود تورك التورك هنا على الشافت سي تاني حاجة عاوز منك الباور بتاع الموتور هنا تالت حاجة عاوز منك الافشنسي بتاعت الهيدروليك كارب خلاص ممكن تلاقي في مطاريد من دي مش موجودة في المسألة بس أنا كنت بزودها عشان تلاقي ازاي كنت بتيجي في الامتحان خلاص عاوز منك الهيدروليك كارب افشنسي عايز منك الافشنسي بتاعت الهيدروليك كارب عاوز منك الباور انبوت هنا في الموتور عاوز منك هنا التورك على الشافت سي بتساوي كام؟ هل مديك اي حاجه ثانيه؟ لا اعمل ايه يا سين بقى؟ اجيب الـ تعالى لك اول معلومه عندك هنا الجير ريشيو بتساوي 2 خلاص؟
الجي ريشيو 50 سرعة مين على سرعة مين؟ عايز اقول ار بي مين سرعته اكبر؟ مين بي طبعا بي سرعته اكبر ولا سي سرعته اكبر؟ بي سرعته اكبر يبقى ان مين على ان مين؟ ان بي على ان سي خلاص يبقى انت عندك ال ان بي بتساوي كام يا باشمهندس؟ 2 في 1400 اللي هي بكام؟ 2800 ار بي ام يبقى انا جبت السرعه بتاعه الشرط بي ده كده جبت مين يا باشمهندس على طول مباشره كده؟ جبت مين كده يا باشمهندس بالمعلومه دي؟ الافشنسي بتاعت الهيدروليك كابلنج قلنا عباره عن ايه يا باشمهندس؟ ان اوتبوت على ان ام يبقى ان بي على ان ايه خلاص ده 2800 على 2900 انا جبت المطلوب اللي هو كان مكتوب رقم 2 على طول مباشره طيب جبت هنا خلاص الفيشنس بتاعت الهيدروليك كابل هو بعدين انا عايز اجيب التورك هنا اعمل ايه عشان سي المعلومه اللي انا ما استخدمتهاش هنا ادي اكتبها برضه ادي الافشنس بتاعت الجير تساوي ايه يا باشمهندس بقى؟ اي كفاءه في الدنيا بتساوي ايه؟ باور اوتبوت على باور انبوت ادي باور اوتبوت على باور انبوت باور اوتبوت يا باشمهندس الباور على الشافت مين؟ تي سي سي اللي هو بيساوي ايه في ايه باور؟ سي تي سي ال سي تورك على الشافت سي في ال سي بقى على طول مكتوب على 60 هتيجي معاها مكتوب على 60 خلاص؟ على باور انبوت اللي هي 100 في 100 عشان سي بي تورك على الشافت بي في ان على شافت بي ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك؟ كل ده بيساوي 92% خلاص ال ان سي بكام؟ عندك ان سي ولا مش عندك؟ 1400 عندك بقى 1400 يبقى ان سي عندك وان بي عندك خلاص؟ هل عندك التورك على الشافت بي؟ خلاص؟ او التورك على شفت سي؟ طيب ما عندهاش برضه تركي على شفت ايه؟ اعمل ايه يا باشمهندس؟ اكيد المعلومه دي بقى لازم تستخدمها. طيب ركز بقى يا باشمهندس. اجي الهيدروليك كابلنج ده الباور انبوت ليه بتساوي ايه زائد ايه يا باشمهندس؟ هتساوي الباور اوتبوت هنا زائد ايه؟ اللوس اللي حصل كيو دوت. خلاص كانك يا باشمهندس بتعمل الفيس كلوز ثيرم داينامكس على الكابلنج ده. انت بتدخل له ايه؟ بتدخل له باور هنا. خرج منه ايه؟ خرج منه باور هنا وخرج منه لوسز نتيجه الهيت او نتيجه الفريكشن اللي حصلت في الاويل جوه. خلاص؟ يبقى الباور انبوت تبقى فوق شويه. ادي عشان سي الباور بتاعت الشافت ايه؟ دي اللي داخله. حولت ايه يا عشان سي؟ حولت الباور على الشافت بي زائد هيت لوس ادي باور على الشافت بي زائد هيت لوس كيو دوت. طيب كل ده عشان باشمهندس كيو دوت بحسبها ازاي دايما؟ سي بي كيو بحسبها ازاي؟ ام دوت في السي بي في دلتا تي طبعا ووتر او اويل بس هو بيدي لك دلتا تي للووتر والسي بي للووتر بيديها لك 84% خلاص؟ 150 للاويل هي للووتر ده هي اكس شينجر خلاص؟ طبعا كفاءته 100% الصوت عشان تصير ده الاكس تشينجر عندك خلاص الكيو اللي خارجه من الاويل هي ايه الكيو اللي بتروح للميه هو بيقول لك انت عندك الفلو ريت بتاع الميه نص لتر بير سكند ودي بتاعتي للميه الرايز بتاعك درجه الحراره اللي داخله زادت ب 10 درجات والسي بي للميه 54% طيب السي بي ميه عندي 4.18% ودي بتاعتي عندي ب 10 ينفع احطها سيليزس عادي؟ ليه يا باشمهندس؟ ايه؟ دلتا خلاص؟ خلاص حطيت السي بي حطيت دلتا تي اجيب ام دوت منين يا باشمهندس؟ على طول انت عندك ادي ام دوت بيساوي ايه؟ رو في كيو خلاص؟ كيو رو الميه بكام؟ ب 1000 والكيو اللي ادالك بكام هو؟ نص في 10 ناقص 3 فتلاقيها بكام برضه في نفس الوقت؟ نص زي ما هي الليتر بير سكند يا باشمهندس هو كيلو جرام بير سكند الميه بالذات الميه بس طبعا خلاص يبقى الفلو ريت بتاع الميه لو بندور لك بالليتر بير سكند هو هو الكيلو جرام بير سكند لان اللتر بيساوي كام؟ 1 كيلو خلاص؟ مسافه الميه 1000 يا باشمهندس فاللتر بيساوي كيلو جرام على طول
فالليتر بير سكند هو هو كيلو جرام بير سكند، بس لمين الكلام ده؟ للميه بس. خلاص فبقيت اجيب ام دوت الكيو دوت بلس ام دوت للميه عندي نص كيلو جرام بير سكند، السي بي عندي 4.5%، الداتا تي عندي ب 10. الباور للشافت ايه؟ اكتبها ازاي بقى؟ تورك ايه؟ 2 باي ان ايه على 60. الباور للشافت بي نفس الكلام بالظبط، تورك بي 2 باي ان بي على 60. خلاص كده ينفع اقول 2 باي ان 2 باي على 60 هتطير مع 2 باي على 60؟ لا، عشان عندك في ترم تاني موجود. خلاص شانسين؟ يلا اعمل هنا شانسين بقى؟ ايه اللي عندك المجهول الوحيد دلوقتي؟ الان ايه عندك؟ والان بي عندك؟ تركي ايه وتركي بي؟ ايه علاقتهم ببعض؟ وتساويهم، فلازم ممكن اشيل واحد دلت التاني، خلاص؟ شيل بي. ان تركي ايه هو بيشيل بيساوي تركي بي، فاحطهم مثلا دلت ايه؟ اقدر احسب المعادله دي مين على طول؟ تركي ايه، واقدر اجيب في نفس الوقت اللي هو بيساوي التركي بي. انا شرحت كانت اولى هدول الكم، خلاص هدول الكم يا باشمهندسين، التركي اللي داخل بيساوي التركي اللي خارج، خلاص. طيب ايه بقى المطلوب بقى؟ المطلوب عندك الباور هنا، الباور ايه بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باي ان على 60 مضروبه في التورك، خلاص. فطالب منك التورك على شافت سي، اجيبه منين بقى؟ خلاص بقى عندك التورك بي معلوم، اقدر اجيب التورك سي. في اي مشكله في المساله دي يا شمسين؟ المساله دي كانت بتيجي كل سنه في الامتحان. حد عنده اي مشكله فيها؟ I'm